نوفمبر 2014 بيبر 1 فاريانت 1. والسؤال التاسع يا جماعة، السؤال هنا بيتكلم عن ايه؟ تعالوا نشوف مع بعضينا. بيقولي the list contains three energy resources P و Q و R، مين فيهم renewable؟ حبايبي الجيوثيرمال، الجيوثيرمال دي يا جماعة اللي هي بتستخدم حرارة الارض، ده الارث يا جماعة، داخل الارث يا جماعة بيبقى سخن قوي، تمام؟ فبالتالي انا بستخدم السخونة الداخلية للارث ان انا اولد كهرباء. ازاي؟ مش موضوعنا دلوقتي خالص. الخلاصة يا جماعة ان سخونة الارض لن تنتهي. انا دلوقتي يا جماعة مش بصدد ان انا اشرح يعني ايه جيوثيرمال، السؤال ما بيتكلمش عن كده، هو بيسألني مين رينيوبل. بكل بساطة يا جماعة الجيوثيرمال انرجي بتستخدم الحرارة الداخلية الارض، ودي لن تنتهي الا طبعا باذن الله، يعني بامر الله ان هي تنتهي يعني. فدي رينيوبل. طب نيوكلير فيجن ان رياكتورز يا جماعة، نيوكلير فيجن بيستخدم كفيول اليورانيوم، واليورانيوم يا جماعة ده نون رينيوبل، هيجي عليه وقت ويخلص، تمام؟ طيب السان لايت او السولار بانز دي يا جماعة بتستخدم أشعة الشمس، أشعة الشمس دي برضو لن تنتهي يعني الى قيام الساعة معايا، فهي مستمرة معانا. فدي انا عندي اقدر اقول ان الجيوثيرمال حرارة الارض لن تنتهي، الشمس يا جماعة لن تنتهي، بس اليورانيوم هيخلص في يوم من الايام. يبقى which of these resources are renewable؟ الموضوع ببساطة يا جماعة P and R. دي اجابة هذا السؤال في جزئية الانرجي ريسورسز والورك انرجي اند باور.